شوية البصلة، شوية المطيشة، بصلة وحدة مطيشة وحدة، تحميرة، ملحة، البزار، سكين جبير، الحرقوم، اي الاخر قزبر المعدنوس اللي يكون معايا. وهنا درت شوية الماء يسخن، درت فيه شوية الملح والزيت. قلت هنا درت شوية الزيت، وهنا زدت الباكيتي ديالي طيب، خليكم معايا. ومن بعد زدت لاصوص طوماط، كاين هنا زيبينا اللي نقطعوها طراف صغار. انا قطعته بهذه الطريقه هكا لي زيبينار. دابا غادي ندير شويه الزيت البلديه، غتشحر زيبينار في غير بوحدهم والملحه. غنزيدو شويه الملحه وغادي نخلطو. اخوتي ما تغفلوش عليه، خلط قلبو هكا تيهبط صراحه، باش تبقى فيها المفيد ديالو هكا باش يتقلى صراحه، كيجي زوين واعر. دابا خوتي غادي نزيد، غادي نزيدو ادك هالي زيبينا افيك هاد لا كريمون تيير صراحه زوين واعر ادك. دابا غنزيدو الفرماج، هذا هو الشكل النهائي ديال السباكيتي ديالنا. هالي زيبينغ هنا صراحه كلاو ليا البنات النص، صراحه كتجي زوينه واعره هكا. شتي هاد لي زيبينغ و لي عندو لا كريم فريش اوسي يديرها، صراحه كتجي زوينه بصحه والراحه. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين شويه مع هاد الشهداء؟ كلشي مزيان؟ ايوا انا تقضيه نشارك معكم شي تقضيه. ايوا جيت من الخدمه ومشيت لشام المكازا، تقضى هذا تقضى هذا اللي ما تقديتيش من نهار الاربع. صراحه كتكون بنت السونتر مي كديهم معاك المكازا، ما ماشي لينا هذه ما ماشي لينا، تقولي ناقص نساي النص وتجيبي النص. يلا خليكم معايا. صراحه شرينا هذه البيتزا، هذه من كتشري جوج، وحده اوفي فيها ديال العين، فيها الفرماج، ما فيهاش كتر الفرماج. لا هاسي 4 فرماج. صراحة الخبز هذا كيجي زوين بالساندويتش، كيجي واعر ساندويتش. عرفتي شحال الطريقة كنديرها أنا؟ كندهن المقلة بالزيت وكنقلبو فيه، كيجي هذا كيجي بحال لي كارو. شي كتجي بالصوبيت صراحه هاد البطاطا هادي كتجي زوينه، فتسلقيها ونرمي ديرها قريها شويه ورمي عليها شويه الفرماج، عرفتي كتجي واعره. ديجا كيت وحده، هذا هو الدان المفضل ديالي.
سنتيم. نسيب ديال الكوبي تصبو او ما غسليهم صراحه كيعجبني نشريها انا ناتورال ني هادي دايره ديال فريكو مع الطماطم وما غنشريها داني داني ديال دانيت انا ولادي بدانو ليش كيديروا لي هاد الزبده هادي علاش علاش كياكل هذا الفرماج هذا انا بلاك ما كنبغيش نبقى ما غاديش تقات ليا خوتي جبت كلشي حطيتو بلاصتو بقات واحد الطريقه شاركها معكم خديتها في هاد الصوين وقلت راه شاركها معكم هادي صراحه زوينه بحال اللي كيشرب اللويزه اللي كيشرب الزعتر انا كنشرب الزعتر واللويزه عرفتي كديريها كديري الزعتر هنا ولا اللويزه وديري فيها يعني في شي طاس بغيت نوريكم بحال هاد الطريقه هكا كديري الماء سخون وديري هنا الزعتر ولا يعني اللويزه ولا زعتر هكا ويطلق عرفتي كيطلق وانت تهزيه وتخويه هنا وتسقيها كيشد السخونيه صراحه زوينه عجبتني ديجا درت فيها فيها زعتر كيعجبني نشرب الزعتر بصراحة والله العظيم إلا وايرة كتكون في ليدل إوا خوتي هنا كنتسالى الفيديو ديالي ما تنساوش أخوتي تشاركوا في القناة ديالي وديروا الجرس وتبارطاجي مع أهل ديالكم وصحابكم وشكرا بزاف بزاف اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي وكيخليوا ليا شي تعليق زوين شكرا بزاف يلا خوتي خليتكم على خير حتى الفيديو المقبل إن شاء الله السلام عليكم إن شاء الله.